تعالى أن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والإيمان في ظل القيادة الرشيدة، ونشكر جميعا معالي الشيخ عبد الله وإخوانه على استضافة الجميع في هذا المكان المبارك، ونسأل الله كذلك أن يمن على الشيخ شبيلي بتمام الصحة ووافر العافية، وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يدرأ عنا وعن بلادنا السوء والفتن. من تقدم بالعزيمة فهو مشكور وهو أهل لذلك، ولو تمت الموافقة لكان يدخل السرور على جميع الحاضرين. نحن قبائل الشيخ عبد الله بن مجدول، آل شريحن وآل بني حسن وسبت حجاب، نرى أنه من المتحتم علينا أن نقدم للجميع عزيمة وفي هذا المكان. ونحمد الله سبحانه وتعالى لشافى أبو ماجد، وهذا أول اللي حضرنا جميع كلنا الليلة احتفاء بشفاء الشيخ شبيلي، وما فينا ضيف، كلنا جماعة ورفاقة، وبالنسبة لنا حنا اللي خارج من بلقر ونقول بيض الله وجيه، أبد حنا أصحاب محل، الله ما يكتبنا غير الكلام هذا، وأنا أقول على مطالي. يعني شيء ما نبغى نتعارك به، اللي نعتبره ضيف هو الشيخ عبد الله وأخوانه مناسبة شفاء شبيلي، لكن ما بنتكلم إلا زي عزيمة عامة ما تصلح في مثل الموقع هذا. أهم شيء عندنا شفاء الشيخ شبيلي، بقية الأمور فمتلاحقين عليها، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ومن أسعد الفرص أن نجتمع، والله يبيض وجه أبو سلطان اللي جمعنا في هذا الموقع، شفنا أنفسنا من يعني أو بعضنا من زمان وحنا ما اجتمعنا، وخير صلى الله على محمد. الحمد لله على ما من به علينا من اجتماع ليلتنا المباركة، وباسمي واسم أشقائي وأبنائنا نرحبكم جميعا فردا فردا، ونشكركم على الاستجابة للدعوة إخوانكم ومحبيكم، ثم نشكركم أيضا على مشاركتنا آلامنا الحقيقة خلال الفترة العصيبة التي مر بها الشيخ شبيلي بن مجدوع والشيخ عايض بن عبد الله من هذا الوباء العالمي، ونحمد الله على سلامتهما، ونسأل الله أن يزيل هذه الغمة. ثم نشكر ولاة أمرنا على تسخير جميع الإمكانيات التي تعرفونها، وصارت دولتنا بحمد الله مضرب المثل حتى عند الدول المتقدمة، جعلوا صحة المواطن هي الاهتمامهم الأول، ولزالوا ولله الحمد. ثم إننا نعلم أنكم كلكم محبين للقيا الشيخ شبيلي، وجئنا وهو يحب الحقيقة مسقط الرأس، ويحب تهامة وهي امتداد للسراة، فجاء إلى هنا، ونحن يعني كنا نرغب أن يكون أجل بعض الوقت، فرغبنا أن نجتمع بكم هذه الليلة، وجزاكم الله خير على الاستجابة لدعوتي أنا وأشقائي وإخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لنا هذه القيادة الحكيمة. أما بالنسبة للرغبات ابتداء من إخواننا اللحمتين، أرحبوا أرحبوا مرحبا هيل، هلا هلا، يلا حيهم، أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا هلا، تفضل الله يحييكم. أنتم معروفين كلكم وعند الجميع، حياكم الله، الله يحييكم، يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييكم، أهلا أهلا، حيا الله الأول والتالي، يا مرحبا، الله يحييكم على الرحب والسعة، حياكم الله.
نحن الحقيقة سبقكم حديث الحقيقة من الإخوان عزائم ورغبات في تبادل الزيارات، وأنا أرجو وباختصار على أساس ما يضيع الوقت، لأن ألمح الحقيقة العديد من الشعراء والأدباء يحبون يعبروا عن فرحتهم، وهي فرحتهم الحقيقة وفرحتها عبرت عن هذه الأجواء اللي أنتم تشوفونها الحقيقة هذه الليلة. ووجهوا دعوات لمناسبات سواء لمن أتى من خارج بلقرن أو للأخ شبيدي ونحن في معيته، ولكن أرجو أن تقبلوا عذر الشيخ عبد الله بن علي بن جاري شيخ بني عمر، فقد أقسم. وأما فيما يتعلق بنا فإن شاء الله ملحوقة بحول الله وفي الصيف، أما نحن ما عندنا وقت الحقيقة للإقامة، وإن شاء الله مغادرين يوم الجمعة. شكر الله للجميع سواء بلقرن أو جماعتنا الخاصين. ارحبوا ارحبوا، مرحبا هين، يلا حيهم. اهلا اهلا الشيخ عبد الرحمن، الشيخ حاسن، يا مرحبا الشيخ حاسن، الله يحييكم جميعا، الله يمسيكم بالخير جميعا، تفضل الله يحييكم، كل بسمه تفضل حاله، وحنا اصحاب محل ما حنا بالضبط. لا في شك، تفضل يا حسن. لا والله ما تفضل، والله ما يطيعونا يا اخي، الله يمسيكم بالخير جميعا. يا هلا يا هلا، الله يحييكم جميعا وعلى الرحب والسعة، سعدتونا الشيخ عبد الرحمن الشيخ حاسن. وجهت دعوة من بلقرن، من سراه، من تامه، من خارج الوفود اللي جو من خارج بلقرن، واعتذروا وعذرناهم، الكلام واحد، وما ودنا نضيع الوقت في ندخل في برنامج، ما ندري والله، انا ما ادري هل انا قلت برنامج وانا ما ادري عنه، لكني اراهن على ابو عبد الله شاعرنا واديبنا علي بن عبد الله بن غرم، ولا والله ما نسقنا ولا ادري، لكني اشوفه يعني متحفز وهو اهل لهذا وغيره. شكرا لكم الاول والاخير، وانتم كلكم اوائل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يديم على الجميع الامن والاستقرار وموفور الصحه والعافيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللقاء في محل محب الجميع ابو سلطان، الله يجزاه عنا خير. والحقيقه الذي اخرني انا والاخ حاسن انه كنا في استقبال أصحاب السعادة محافظ بدر الجنوب ومحافظ بارق ومحافظ العقيق عند محافظ العرضية قبل قليل، وتلطفنا معاهم وكذا وعزمناهم، والآن إحنا جينا على عجل الحقيقة أنا والأخ حاسن، والله أننا اعتذرناهم من أجل أن نقابل هذه الوجوه الطيبة المباركة في محلنا، محل أبو سلطان وأسرته وأخوانه. ما جينا والله إلا نعزمكم محبة وتقدير، وهذا هو الواجب، وهذا ما تعارفوا عليه الناس. الحق لكم علينا طالما أنكم وفدتم على الجزء التهامي الرائع هذا في هذه الأيام الجميلة، والله يحييكم كل باسمه وبصفته. الحقيقة أبو سلطان ذكر أنه حصل العذر، لكن إذا كان يعني العذر نظرا لارتباط هذه الأيام أو ما إلى ذلك فأنتم معذورين، لكن الأيام القادمة ما زالت الأجواء يعني مناسبة، ولعلنا يعني نحظى بتنسيق من أبي سلطان، وهو أخذ نصيبه وأسرته والله يبارك فيهم ويجملهم، لكن لعلنا نحظى يعني بموعد لاحق، حتى وإن كان موعد لاحق حتى وان كان يعني بعد اسبوع اسبوعين في هذه الفتره الجميله. والله يحييكم الاول والتالي، ويا مرحبا الوف في محل محب الجميع ابو سلطان، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رحيم
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل نعمة وفضل، الحمد لله على كل خير ومنة، الحمد لله على كل تسهيل وتيسير، الحمد لله على كل صعب سهله بالسهل. نحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الدين ونعمة الإيمان والأمن، ونحمد الله على رغد العيش، ونحمد الله على الاستقرار، ونحمد الله أن أوزعنا شكر نعمته وحسن عبادته، ونحمد الله على توالي نعمه ومن جليل نعمه وخيرها وفضلها شفاء الأحبة وحصولهم بإذن الله على الأجر الكامل. فشكرا لله على سلامة ونقاء وطهر شيخنا المبجل والعزيز الشيخ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أبو ماجد، ومرحبا به هذه الليلة في كل قلب، مرحبا به في كل عين، مرحبا به في كل ضمير. ألا ترون النخل اشرأب إلى السماء بعد أن كان يعرض إلى الأرض؟ ألا ترون هذا النسيم؟ ألا تحسون بهذا الجمال؟ ألا ترون هؤلاء الرجال؟ ما قدموا جميعا إلا لك، احتفاء بك وحبا لك ودعاء لك وفرحا بقدومك. فنسأل الله الذي لا إله إلا هو من بيده معاصم الأمور كلها أن يتمم لك الشفاء والعافية، وأن يمد لك في العمر، وأن يحسن لك العمل، وأن يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك. أيها الرجال الكرام، أيها الرجال الأوفياء، يا أهل الشيم والقيم والفضل، ليت بودي أن يكون هناك سعة من الوقت ونأخذ الرجل منكم باسمه ومكانه ومكانته لنعطيه ولو جزءا يسيرا من حقه علينا، باسم معالي الشيخ عبد الله بن مجدوع آل مجدوع أبو سلطان وإخوته وأبنائهم جميعا، مرحبا بكم أجمل ترحيب، وحياكم الله جزيل التحايا، وأهلا وسهلا ومرحبا وحيا هلا ما دامت السماوات والأرض، حيا هلا ما نزل الغيث، وحيا هلا ما نبت الربيع. أيها الضيوف الكرام، الشيوخ أصحاب المعالي وأصحاب السعادة والشيوخ والدكاترة وأعضاء هيئة التدريس والنواب وآباءنا الحاضرين وإخوتنا كل باسمه ومكانه ومكانته، حياكم الله أجمل تحية. وإن كان ليل تهامة الساري بهذا الجمال مغريا، فإن الحب يغري أكثر من ذلك. أيها الضيوف الكرام، نفتتح لقاء هذه الليلة بآيات عطرة من كتاب الله الكريم والمشعل الوضاء، ومع شيخنا المتألق دائما الشيخ حمدي أبو أحمد وفقه الله وسدده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإن لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله أكبر ولله الحمد، إن المتقين في جنات
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يظفر برؤية الله الواحد. صدق الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك وعملك وحفظك. أيها الضيوف الكرام، مرحبا بكم، حياكم الله. يتكرر ويتجدد الترحاب مع مرور الوقت بكثيره وقليله. مرحبا بك شيخنا شبيلي، أسأل الله أن يتمم لك الشفاء والعافية. ضيوفنا الكرام، نبدأ بالشعر. الحقيقة نريد أن نبدأ بالكبار، ولكن يقول الشاعر: الطفل لا تستصغره تحيره، كانت عماليق النبات غروس. وما ندم من جاله في المثل غلاما كفاه. قصيدة لمعالي الشيخ مرعي بن مجدوع بمناسبة شفاء الشيخ شبيلي، تكلم بها الكبير عمن هو في سنه ومثله، ويخاطب بها الصغير في سنه الكبير في مقامه ونسبه، وهو موقف جميل له يشكر عليه ويحيى عليه ويشجع عليه. رحبوا معي بالابن فيصل بن مرعي بن مجدوع يلقي قصيدة والده نيابة عنه. السلام عليكم. مبروك يا شيخ المراجل والأفكار، والحمد لله على السلامة والأقدار. مبارك إنك من طويلين الأعمار، والله يجعل ما أصابك لك إطهار، وأجر وثواب مكفر كبار وصغار. والله يديمك ذخر يا راعي الأشوار، كريم وشهم سعد من تاه أو بار، من قرب أو من بعد أو ربع أو جار، مبدع ومرتع مدفع لكل من ثار، سلم لمن سالم مداوم للأذكار، وشهادتي لو قيل تجرح فيختار. من كل من يعرفك يا طايل الأشبار، وعملك واللي سال ويدعون بسحار، تشهد ومن ينصف ويعطيك مقدار، الكل جاه امراض وهوال واحتار، يومك مريض وكل واحد على نار، واليوم طاب الكل وازدانت الدار، والأرض زانت ورد وشجار وازهار، والبشر جاء واليسر من بعد الأعسار، وعد الإله لمن دعا وزال الأخطار، والله لطف في كل ما جاك أو صار، نعمة من المولى رحيم وغفار، فالشكر له والحمد منعم وستار، ويفرج الكربات في كل الأقطار، صلاة ربي عد نسمات الأمطار، على محمد عد رمل مع بحار. بارك الله فيك، والله يعطيك العافية وصحة لسان الشيخ مرعي، وسلم بنانك ولسانك أيها الشبل ابن الأسد. مرحبا بكم. كذلك هنا بقلبه وإن كان بعيدا بجسده، الدكتور عبد الله بن مرعي بن مجدوع المستشار في أمارة منطقة الرياض، بعث لي بهذه القصيدة. قالها حمدا لله على سلامة والده العزيز الشيخ شبيلي، وشرفني بأن ألقيها نيابة عنه. فهو يقول: لك الثناء يا الله، والشكر ياتيك، والحمد لك يا من صرف عنها بلواك، عمي حبيب الكل فيني ولا فيك، كل تألم من ألمكم وما جاك، 60 يوما في رجا من يداويك، سبحان ربي يوم قدر وداواك،
60 يوما نطلب الله يحميك من كل شر وسوء ومكروه يحماك، فهو الذي مما يصيبك يشافيك، وهو الذي بالطيب، وهو الذي من عقب صابك وشافاك. شهرين كنا ننتظر بس طاريك واخبار عودة صحتك، وانت حراك، ونطلب من الله يبعد السوء ولا يجيك، ونطلب من الله يمحو بها خطاياك. شهرين نتذكر بها أحلى لياليك، وأيامك اللي شع فيها محياك، يا ما سطع رايك بعد كوم تشكيك، ويا ما توجه لك صديق وينخاك، ويا ما صدقت بنظرتك زود تكتيك، ويا ما كشفت من الخلل كان ينخاك كان ينحاك، ويا ما عجز ناس الحاجة تباريك، ويا ما عجز ناس تسوي سواياك، ويا ما خدمت بدولتك همة فيك، يوم ان ربي دائم الدوم يرعاك قليل منه ماشيا في خطاويك، ولا خبرت احدا بظني تعداك، من بعدها استبشرت روح مغليك، يوم ان خرجت من المرض والشفا جاك، واستبشرت بك اسرة دوم تحويك، واستبشرت بك كل نفس تمناك، واستبشرت بالقرن والكل يغليك، يا جعل ما يجيك من شر بعداك، واستبشرت بك سبحتك بين يديك، واستبشرت بك دعوة في مصلاك، فاليوم كل انساق أحلى التباريك، لأنك رجعت بوسطنا نسمع إحكاك، كل المباني بأربع ركون تأتيك، إلا بناي بستة ركون مقواك، والكل ركن أقول يا جعلني يفديك، ويا جعل من لا ود لك خير يفداك، واختامها يا الله يا رب يدعيك، اقبل دعائي واقبل من معي ادعاك، اسالك يا الله واطلبك حيل وارجيك، متع جميع ابائنا في عطاياك، واسالك طول عمر كل ويرضيكم لحياه الكل بالعفو ورضاك. ابنكم الدكتور عبد الله بن مرعي بن مجدوع، يستاهل التحيه. ضيوفنا الكرام، الشعر ديوان العرب وانتم العرب، ودعونا نحلق بين القبائل، ودعونا نحلق في سحاب الكلمات، ودعونا نحلق وننظر ونيمن يسرة ويمنة ونرى. ضيوفنا الكرام، المشاركة الأولى لرجل محب تجمعه وشائج القربى والصلة بالأسرة الكريمة الماجدة، وهم أخوال أبيه وجده. رجل أحب العلم وأهله، ورجل أحب الفضل وأهله، أبوه رأس من رؤوس بلقرن، ورجل شيم وقيم وجود. هذا الرجل هو دكتور في أخلاقه، ودكتور في وفائه، ودكتور في عطائه، ودكتور في أمنياته وتحققاتها. رحبوا معي بالأستاذ الدكتور عضو هيئة التدريس جامعة الملك خالد، عميد كلية العلوم بمحايل سابقا، الدكتور محمد بن ناصر ابن الطارقي، وفقه الله وغفر لأبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بهذه المناسبة أولا نحمد الله عز وجل أن منا بالشفاء والعافية على سعادة الشيخ شبالي، نسأل الله عز وجل أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يمد في عمره إن شاء الله. والشكر موصول لمعالي الشيخ عبد الله بن مجدوع وإخوانه على جمع هذه الوجوه الطيبة في هذه الأمسية التي نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوم. حقيقة هي مشاركة بسيطة لا ترقى إلى ذائقة
الشعراء الكبار العمالقة الشاعر الأستاذ سعيد بن زياد والشاعر الأستاذ علي بن عبد الله بن غرم وغيرهم من الشعراء، لكنها مجرد مشاركة ومحبة لهذه الأسرة الفاضلة التي تربطنا بهم علاقة وثيقة، علاقة نسب من عهد الآباء والأجداد إلى يومنا هذا. فأقول اسمحوا لي بعد ما صار في المحفل مجال أمدح اللي فات جمع المراجل كلها، عاش بسلطان نور كما نور الهلال يرسم الأهداف وبهمته يوصلها، راس قوم يحتمون الديار مع الحلال والثقيلة دائم بحكمته يشتلها، دون ربعة بالعضاف ولا فيها جدال والعلوم الغانمة حازها ويدلها، وذكرت الشيخ مرعي في فاله خير فال صاحب الوقفات وكل الصعاب يحلها، بالشريعة يحكم القول في نظم المقال والمقاصد والمعاني معاني يفضلها، بو عبد الله بعد منك يقر من الرجال من سيوف الدولة اللي يجمع شلها، يا ابو ماجد نحمد الله عظيم ذو جلال قد منحت العافية تستغل بظلها، عشت يا رمز القبيلة ويا درب الفعال يا سديد الراي والمعرفة وانت لها، من رجال الدولة اللي بنوا في كل رجال قمة الأمجاد بالماجد يرقالها، وابو عبد الله محمد حيا خير الخصال بالعقيدة وثق المعرفة بحبالها، صاحب الأخلاق والعلم في كل المجال كل خصلة من خصال المعالي نالها، عاش سلمان الملك ما يجيب إلا الجزال هزم العدوان وام السعاب ام الصعايب شلها، وولي العهد حامل وطن ضد الرجال ركع العدوان حتى تموت بغلها، والبلد مامون والحمد لله في كمال رؤية العشرين مرسومة في حلها، والتحية بلغوها التركي من طلال في عسيري هندسة تنمية قدر لها، وفي الختام صلوا جميعا على خير مثال النبي اللي شفيع للأمة كلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وصحة رسالة. ضيوفنا الكرام، المنبر يتحدث وحديث المنبر يتصل بالقلب والعينين والجوارح، رجال الحجر هؤلاء الضلع المنيف الكبير الشامخ على جبال الثروات بلغوا قمم السحاب بشيمهم وقيمهم ورجالهم وجبالهم وأفعالهم، ولا تزال الآثار شاهدة. ومن القمم في جبال الثروات قمة تعلو نسبا وعملا وفعلا، إنه شاعر بني عمرو الكبير وشاعر المنبر الكبير وشاعر الوطن وشاعر رجال الحجر الأستاذ المربي الفاضل سعيد بن ذياب العمري، فليتفضل. عليكم الزهد، الله يمسيكم بالخير جميعا، والحمد لله على سلامة الشيخ شبيل، سرتنا والله. أولا زميل وصاحب وزيد أحبها أنا شوية عن المجدوع كله ما اختصه بزماله ومحبه. المجدوع ونعم إن كانوا في نجد وإن كانوا هنا وإن كانوا بين بالقرن وإن كانوا عند القبائل المجاورة وفيهم من الخير الكثير نمدح، الكلام يعجز أن يعطيهم حقهم.
كسر الحواجز بين القبائل. شوف كل من كل قبيلة وفد موجود الليل هنا على محبة وعلى تآلف. بارك الله فيكم وشافى مريضكم وجمعنا وإياكم دائما على ما يرضي رب العالمين. أنا ما احتصيت والله ما قلت إن في برنامج وإننا بناخذ من الأرشيف وحوالينا، لكن اعذرونا على ما عندنا. عنده تغريدة أولا بالنسبة من يامال شبيلي. عندك الكثير يا أبو ذياب. يقول يا طير شلوى سلام الله يشافيك والله يديم العوافي والسلامة. جينا نبارك وجينا أن نهنيك ونهني أخوانك رجال الكرامة اللي نهني أخوانك رجال الكرامة أهل المواجيب في هذه وهذيك من نجد إلى السراه إلى تهامة. جينا نسلم عليك وزود نهديك بطاقة الحمد لله على السلامة. شعر العرضة يسعفنا أكثر من النبط هذا يتعبنا ولا حسين. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 واللي يحبه ربه على مكانته. يا لا 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 واللي يحبه ربه على الحمد لله السلامة يا سمح الفال. اللهم صل على النبي. أبدا بسم الله أبدا وتقدى ورد القول قولا على ما يرضي الله وعلى أصول. الحمد لله السلامة يا سمح الفال يا شبيلي بن مجدوع من خيرة الرجال. طهور إن شاء الله والعافية قدام وإن شاء الله بعد اليوم ما عاد تشوف الشر. التهنية باسم ابن جاري وباسم الله التهنية باسم ابن جاري وابن ذياب وابن عمر ذا حاضر منهم وغياب. يا صاحب الغالي ويا معرب الانساب منصوب في الدولة ورجلان مقدرة ومنال مجدوع أهل راياه ومنبرة. رجال فود فينا وحال وطن ورجاه بيت بني عدين والفضل وجه جاه. كله أكبر يشهد لهم ربي ومن عارفهم من الناس بالخير والأفضل بالخير والجودة وطيب النبا والباس. مقدامهم عبد الله شيخا ومستشار عند الملك سلمان سيف الله البتار. عند الملك سلمان سيف الله البتار نيل الثقة من بوفهد عز وافتخار. وما كل رجل تمنى يصل لها ما كل رجل يتمنى يصل لها. 50 عاما وانت في خدمة آل سعود راعي وفراعي ولا مالها من وريادي واللي يحب ربه على مكانته. لا 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 يا لا 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 واللي يحب ربه على مكانته. وسلامتكم واعذرونا على القصور. يا لا 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 أبو ذياب الكفوة رايد شيم وريادي والبدر يبقى شامخ في مكانته. يا سعيد لك ترحيب مرة وسلام نقول يا سعيد لك ترحيب مرة وسلام نقول من آل مجدوعة للطيب.
الغيب والوصول مثلك يقول له مقالان وله فعال والحال يا عنده بجالان وما الرجال يا مرحبا بك هيلي الشاعر المقدام غالي علينا طول عمرك غالي طوال الوقت ما نلتقي بشر نلقاك بالخيرات ما نلتقي بشر يوما تذيب مفارسا من حصون ذياب والكوف ومثلك ما يجي له فتى وغياب والكوف ومثلك ما يجي له فتى وغياب ما ينترك عند النشامى ولا ينساب يا مرحبا بك وقبل الهيلة المقدار أقولها باسم اللي شافا ومن برا أقولها باسم اللي شافا ومن برا أني سجلت القوافي اسمحونا وابو فهد مليك نادون حد البلاد استار نفديه بالارواح والقلب والانظار ودولتان سعود للعز وافتخار واللي يتمنى للجمايل وصل لها واحنا محل الطيب والجود والسعود يسلم سعيد على الوفاء شاعر وريادي والبدر يبقى دائما في مكانته ضيوفنا الكرام ويتواصل الترحاب ويتواصل تدفق الشعر ومع شاعر وأديب أقول وإن شاء الله أنني لا أخطئ أنه خرج يقول الشعر وهو يحبو لا يزال طفلا صغيرا شاعر مفطور على الفطرة الطيبة ومرب فاضل للأجيال وأستاذ للغة وأستاذ للمنابر وأستاذ للاحتفالات وهو مع ذلك قمة في الخلق وقمة في التواضع وزهرة إن أردت قطافها أو إن أردت النظر إليها ونخلة إن استطعمتها رحبوا معي بأحد أقطاب شعر شمران الأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ مسفر بن علي الشمراني تعليق على الأخ الحبايب والصديق علي الدوام لكني سأرجئه إلى بعد هذه القصيدة بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم على بيت مبارك سلام عليكم من ربوع البشائر سلام عليكم من شغاف قلوبنا سلام عليكم من صميم المشاعر سلام عليكم يا أهيل محبتي ويا أهل ودي من قديم وآخر سلام عليكم ما استهلت غمائم وما أزهرت أرض وحنت لماطري سلام على الأمجاد والنبل والندى سلام على أهل النهى والمفاخر سلام عليكم أيها الإخوة الحاضرون جميعا ونحن نشارك أسرة آل مجدوع هذه الأسرة الطيبة المباركة فرحة احتفائهم بسلامة الشيخ الجليل المفضال شبيلي بن مجدوع آل مجدوع القرني بعد أن من الله عليه سبحانه وتعالى بالشفاء وأعاده لأهله وذبيه ومحبيه وعارفي نبله وفضله وكرمه وسجيله وعالي عطاياه وجميل سجاياه
الحمد لله حمد الشاكرين لنعمائه المعترفين بفضله وجوده وعظيم عطائه، وشكر جزيل لمعالي الشيخ عبد الله المجدوع القرني الذي هيأ لنا أسباب هذا اللقاء لنشهد لقاء الصلوات والتهائم، لقاء الجبال والرجال. شكر له أن أكرمنا بلطيف دعوته وجمعنا بهذه الوجوه الطيبة المضيئة التي نشرف بلقائهم لتأنس الأنفس برؤيتهم ونسعد بما نسمعه من شعرائهم وأدبائهم. فالشكر لك شيخنا المفضل الشيخ عبد الله بن مجدوع، وشكر لكم أنتم أيها الإخوة الحاضرون جميعا. هذا سلامي إليكم، أما وإليكم قصيدة المناسبة. من البشائر يحدو خطوة الشيخ ويملأ الروح تهليل وتسبيح، أقول للغيم والهتان يسبقني تهني الغوادي علينا والمراويح. يمن ديار الكرام، يمن ديار الكرام المانحين فكم قد علموك بأن الفضل ممنوح. قالوا بأن شموس الدار مر بها بعض السقام فخانتها الأصابيح. قالوا بأن شموس الدار مر بها بعض السقام فخانتها الأصابيح، فقلت غيم على وجه الشموس وقد يفنى الزمان وما تفنى التباريح. سينجلي وتعود الشمس ساطعة للفجر بعد اعتكار الليل تلويح. عوفي شبيلي فعوفينا وعاد لنا في جنة العمر إزهار وتوشيح. عوفي شبيلي فعوفينا وعاد لنا في جنة العمر إزهار وتوشيح. عوفيت عوفيت وانتاح المدى فرحا، الغصن مخضوضر والطير سديح. يمر بالأرض عوفيت عوفيت وانداح المدى فرحا، الغصن مخضوضر والطير سديح. عوفيت للعز للأمجاد تحرسها، إن الكريم لأسباب العلا روح. يمر بالأرض طوفان فيغرقها ويعمر الأرض من طوفانها نوح. يا آل مجدوع، هذا فيض عاطفتي الحب فيها بذوب الشعر مشروح. قصيدة جاذبت سجع الحمام مضت إلى الأماجد تحدو عطرها الريح. إلى الكرام الأولى زانوا السرات وإن هم أتهموا فهم الغر المصابيح. لكم سلام من الرحمن باركه رب السماء وباب الله مفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعود، اسمحوا لي أن أعود لأخي الكريم الصديق الحبيب الأستاذ علي بن عمرو القرني الذي خلع علي ما أرجو أن أكون أهلا لبعضي. فالشكر الجزيل لك أخي الكريم علي على إحسان ظنك بأخيك، وأما ما أقوله فهو بعض ما لديك، فنحن نقتبس من نورك ومن نور أمثالك فقط. والحقيقة وأنا أقولها دائما أن المتحدث بالشعر في آل سليمان إنما هو كجانب التمر إلى هجر أو بيشة، والمتحدث بعد علي بن غرم يجد صعوبة في الكلام. وأزعم أنني لا أهاب الميكروفون إلا عندما أرى هذا الرجل، فحقيقة يربكنا بفصاحة بجمال كلامه وبفصاحة لسانه، فهو خطيب مصقع وشاعر مبدع ورجل جميل البيان بهي الطلعة قريب من النفس، نأنس بالجلوس إليه ونسعد بلقائه. هذا حسن خلقك أخي علي.
وإلا فما نقوله لا يوازي إلا شيء قليل مما تبدعه أخي الفاضل، وإنما يصدق عليك قول الشاعر: إنما يكرم الكريم كرام ويقيم الرجال وأزمى الرجال. شكرا لك وشكرا لآل مجدوع، والحمد لله على سلامة الشيخ شبيبي بن مجدوع، والشكر الجزيل للحاضرين جميعا الذين أزعجناهم بقصائد الفصحى لأنهم يرسون عادة بقصائد الشعر الشعبي، لكن دعونا يعني دعونا ننتصر للغتنا ويعني نحاول أن نواجه هذا المد الجارف من الشعر الشعبي الذي أيضا نضرب له ونفرح بسماعه، والجنوبي يضرب لهذا الإرث الجنوبي الجميل ويسعد به، وأيما سعادة توازي سعادة الجنوبي وهو يسمع ابن ذياب ومن شاكله في شعره ولطفه وإبداعه. سلام من الله عليكم، وشكرا لدهامه، وشكرا لهذه الأجواء الآسرة، هذه الأجواء الأصلية الحميمية الجميلة برجالها وجبالها وشموخها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة لسانك وبيض الله وجهك، وشكرا على هذا الخلع وهذا اللباس الذي ألبستني إياه، وهذا من طيبك ومن وفائك ومن حسن ذاتك، وجزاك الله خيرا. ضيوفنا الكرام، كلكم تستحقون التحية المضاعفة، وكلكم تستحقون الحب والتقدير والإجلال. واسمحوا لي في هذه النقطة مع الاحتفاظ بالمكانة ومع احتفاظ بالقيمة الشخص سواء على مستوى الوطن أو على مستوى الدولة أو على مستوى القبيلة أو الأسرة أو المستوى الشخصي، هنا أزعم بل أتيقن أنكم تستحقون جميعا التحية والإجلال والاحترام، ولكن يزيد في هذا المجلس اثنان أولى بأن تكون لهم التحية والتقدير والإجلال والاحترام والإنصاف، ولهما ضيفنا المحتفى به الشيخ شبيلي بن مجدوع المجدوع، وفرحنا الكبير بعودته بخير وعافية، فحيوه تحية تليق به. أما الآخر فهو ضيف من الضيوف، أعطى وليس لعطائه حدود، قد أعطيك مالا وقد أعطيك طعاما وقد أعطيك عرضا من عرض الدنيا، لكن عندما أعطيك من دمي وأعطيك من جسدي ومن نفسي ومن شبابي ومن حياتي، فهذه هي قمة العطاء. الشاعر بيشي بن علي القرني شاعر تقاعد في سن شبابه بعد أن أعطى وطنه دمه وجراحه وإصابته في الحد الجنوبي، وعلى إثرها تقاعد بعد أن بذل دمه. فماذا أقول لك في التقديم بعد بذل دمائك؟ رحبوا معي بالشاعر بيشي، وفقه الله وحفظه ورعاه. أنا أكمل تقديمك إن أذنت لي، فأقول: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، يجود بالنفس إن ظل البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. شكرا، يعطيك العافية، الله يبيض وجهك، الله يمسيكم بالخير جميعا. حقيقة نشكر معالي الشيخ عبد الله بن مجدوع على استضافتنا هذا اليوم، كما نحن سعداء بشفاء الشيخ شبيلي بن مجدوع، ونسأل الله في هذه الساعة أن يمن عليه بالصحة والعافية وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. وقصيدتي ما هي إلا نقطة من بحر من مع رموز الشعر المتواجدين هذه الليلة، أنا حصل قصور في القصور مني وله من ربي حقيقة. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا
يا شبيلي خطاك الشر والحمد لله على السلامة. والله يلبسك ثوب الستر ثوب الشفا والعافية. فاحنا وانتم دروع للوطن والملك ولي عهده والولاء والمحبة والغلا ما نعيش إلا بها. والولاء والمحبة والغلا ما نعيش إلا بها. لا 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 اسم دوار رجال اللحمتين تقدم بالسلام. عليكم زود. يا سلامي عليكم باسمهم دون ذا حاضر وغايب. من حاضر منهم كفى ومن غاب منهم فاعذروها. فاحنا لولا المشاغل كان جينا صفوف هايله في رضا اخوان بمجد ورضا المضيف ورضا عينه. لكن مع ظروف الوقت ما جاتنا على ما نريد. فباسمنا يا سلام الله لشيخ الرفيع المستوى من تعزوى بمثله يلتقي ما يريد وما تمنى. هذا عبد الله بن مجد وشيخ العلوم وسيدها. ويا ابو مجد خطاك الشر والحمد لله على السلامة. والله يلبسك ثوب الستر ثوب الشفا والعافية. فاحنا وانتم دروع للوطن والملك ولي عهده والولا والمحبة والغلا ما نعيش إلا بها. في الولا والمحبة والغلا ما نعيش إلا بها. يا لا 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 في الولا والمحبة والوفا ما نعيش إلا بها. سلامتكم جميعا. رح الله لسانك وبارك الله فيك. العود أحمد كما يقولون. وشاعرنا الكبير وأستاذنا في التعليم وفي الشعر أستاذ سعيد بن ذياب خطرت على باله خاطرة قمة العشرين وقد قال فيها ما يجب وما يراه أن يجب. وله عود إليكم يطرب الأسماع فليتفضل. أول شيء الله يمسكم الخير. حين إذا نزلنا أهل الحجاز هنا توسع صدورنا شوي وكنا تعدونا. وآخر الإنتاج قصيدة في قمة العلا اللي صارت وطنية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والإيمان وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يرزقهم البطانة الصالحة اللي تعينهم على أداء الأمانة وحمل الرسالة. كل مجدوع وأغلب الحاضرين رجال دولة على مستوى خدمه وكذا. هذا والله أنه يشرفنا كل ما نشوف رجال وصل مرتبة معينة عالية إننا نفرح به. بعيد ولا قريب فكيف أحبابنا وأقاربنا وأنسابنا. القصيدة هذه الحمد لله يعني المملكة صارت مركز ثقة سواء على المستوى الخليجي أو العربي أو الإسلامي أو الدولي. مؤتمرات وراء بعضها وراء بعضها وكلها بتدبير الله سبحانه وتعالى ثم القيادة الرشيدة والتوجه السليم من خادم الحرمين الشريفين ولي عهدها النجم الساطع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الرشاد والسداد في أداء المهمة. يقول سلموا لي على رأس الملك سلمان شيخ الأمجاد زيزوم السعودية.
سلموا لي على رأس الملك سلمان شيخ الأمجاز زيزوم السعودية حاكم للمكارم والوفاء، عنوان تستفيق المعاني تحت كرسية حاكم له مقام شرف الديوان، عزم وحزم وأحكام شرعية فيك نقرأ عمر، من حطم الإيوان منك نسمع آيات العزة متلية، سربنا سربنا يا القايد الربان، عزمنا من حديد ونارنا حي حنها للدين والتوحيد والإيمان، موئل للديانات السماوية مجدنا ما يقاس بكان يا مكان، حاضر مشرق وثبات عصرية، مهبط الوحي بيت الله والقرآن، قبلة الكون إنسية وجنية، سربنا سربنا الله أكبر يا ملك يا ملك يا الفار الله أكبر. تجي تجي إن شاء الله معلوم أفهم الله جاهز إن شاء الله ما تروح لك. سربنا سربنا يا القايد الربان، عزمنا من حديد ونارنا حي حنها للدين والتوحيد والإيمان، موئل للديانات السماوية مجدنا ما يحد بكان يا مكان، حاضر مشرق وثبات عصرية، مهبط الوحي بيت الله والقرآن، قبلة الكون إنسية وجنية، ويكفينا فخر بنا مقد من ركبان خليجية عربية ودولية، يا سربنا يا ملك يا ملك يا الفارس الصنيان، حن دونك ودون شعبك دونك ودونك دون الوطن، شعبك فداوية وانت ضايقت، جرد سيفنا سمح جرد سيفنا شامان، قدوة الجيل صاهود الحرامية، يا محمد يا ابن سلمان يا كحيلان، يا شروق الأمل للأمة الحية، وانت ضايقت جرد سيفنا شامان، قدوة الجيل صاهود الحرامية، يا محمد يا بن سلمان يا كحيلان، يا شروق الأمل للأمة الحية، يا فتن ضاع صيته في سما الأوطان مثل جده بها الأمجاد مروية، يعتنقه الطموح يعتنقه الطموح ونزعة الفرسان للمعالي وللروح الريادية، فارس المجد والميدان يا حميدان يتناول هذيك وذي معاذية، فاق عصره وزاد ورجح الميزان واصبح عراب لحمتنا الخليجية، يعزف الشعب بسمة سامية للحان من حدود الجنوب إلى الشمالية، والحقيقة ما بين الزود والنقصان باقي في خاطري كلمة حميمية، كلموا سلموا لي على محمد ولد سلمان قرة عيون سكان السعودية. صحة لسانك وحفظ الله الوطن وقادة الوطن، وأدام الله على الوطن الانتصار، وأدام على الوطن النعمة ورغد العيش. شكرا يا أبو ذياب، شكرا جزيلا باسم الجميع. ضيوفنا الكرام، يتواصل الشعر فيما بقي من الوقت. معنا رجل وشاعر وكاتب وناقد، في التربية والتعليم معلم ومشرف، حصل على الماجستير بجهد جهيد وعمل كبير، وهو قائم على رأس عمله وثاب إلى الطموح، مدرك للنجاح، أديب في خلقه وأخلاقه وصفاته وأعماله، ثم انتظم دارسا لمرحلة الدكتوراه. أسأل الله واسألوه معي أن يوفقه وأن يسهل أموره لنراه قريبا إن شاء الله دكتورا يملأ الآفاق بعلمه وفضله، ومع شعره وأدبه تطيب معاملته وخلقه، يقولون حقيقة ويقولون مجازا، أهل اللغة والبلاغة عندهم الحقيقة والمجاز، فالحقيقة أنه شاعر وأديب ومعلم
ومشرف ومربي أجيال. والمجاز يجوز أن تقول باعتبار ما سيكون. رحبوا معي بالدكتور علي بن محمد آل حافظ باعتبار ما سيكون إن شاء الله. أولا إذا كان هناك من شكر فأنا أشكر أستاذي، وطالب دائما يحب أن يمدح من أستاذه إذا كان رأى قد هذا في طالبه مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأحياكم وأبقاكم للأمة ذخرة، تصلون أسبابها وتحيون أمجادها وتعيدون شبابها. سلام عليكم والسلام يقدم، سلام عليكم والسلام يقدم، يرق به قلب وتشدو به فم. سلام عليكم أيها القوم، إنما إليكم ومنكم جوهر القول ينضم. في هذا المساء ونحن نرفل بهذه الصحة والعافية ونحتفل بسعادة الشيخ أبو ماجد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا هذه النعم التي لا يحس بها إلا من افتقدها. فأقول الله سبحانه وتعالى إذا قدر قدرا وأمرا فأحسن قدره، ليبتلي الإنسان ليعلم ما يسوءه وما يسره، ثم ليجمع ويحسن بين الحالتين ليعلم مدى شكره وصبره، ويجعل لهذا الإنسان المخلوق فيما يكره أملا فيما يحب، وفيما يحب حذرا فيما يكره، فله الحمد سبحانه في الأولى والآخرة. بداية أشكر الله الذي لا رب غيره، أشكر الله الذي لا رب غيره، كريم رحيم يرتجى ويؤمل، قريب مجيب يستجيب لدعوة، جواد إذا أعطى العطاء فيجزل، عليه اتكالي واعتمادي ورغبتي، وتفصيل أمري مفصل مجمل مفصل. بداية أشكر معالي الشيخ عبد الله بن مجدون الذي جمعنا جميعا هنا لنتطمن أولا على سلامة الشيخ شبيلي، فأقول باسم معاليه واسم أخوانه وأبنائهم مرحبا بمن وصل، على الرؤوس في المقل، قلوبنا لكم محل وهي فسيح المنزل. فأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، ولا أراكم الله شرا ولا ضير، هي ليلة بهية نحتفل فيها ونعيد هذا اللقاء ونتبادل الأحاديث، ولا أريد أن أكون متحدثا فأطيل الحديث لأنني كنت قاعدا هنا، وإلا فما نثره الذين سبقوني كان فيه جواهر ولم يدعوا لي حقيقة في الحوض بعدهم من مورد. ولكن أقول هي ليلة بهية أنفاسها ندية، أنسامها زكية، صباحها مساؤها، مساؤها صباحها، وفجرها العشية. هنا أقول اللهم لك الحمد على هذه النعم، نعمة الأمن والأمان والاستقرار في هذا الوطن الكبير تحت قيادة مولاي خادم الحرمين وولي عهده المتين ولي عهده محمد بن سلمان. وفي الحقيقة آتي إلى ما أنا عليه، فما وقفت هنا من أجل أن أقول ما سمعتم، فهناك من هو جالس هنا وأستبيح من في خلفي العذر، فأقول لهم لست أفضلكم متحدثا ولست في حاجة ما سمعتم، ولكن هذا الموقف استدعاني وأرى أنه من واجب إلا أن أقول حمدا لله على سلامتك يا أبا ماجد. والله لقد عزمنا المسير على أن نأتي إليك في محلك في الرياض، ولكن أردنا أن نجعل لك وقتا من الراحة والاستجمام، ولكن وها أنت وقد أتيت محملا بالعافية والسلامة، ومرحبا بك بين أهلك وذويك ومحبيك وأصدقائك وقبائلك. وأستبيحك العذرى من أخيك في قصيدة أحملها علها أن تسمو إلى ما يرضيك، وأنا أريد أن أقدم هذه القصيدة وأعلم أن في نفسي منها قصور، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يعني أو أحملها على علاتها. حسب التحية أن تكون قريضة، فوضتها بمحبتي تفويضا، لا بحر بعد الحب يدرك لجة أمتد في أرجائها لأفيضا. أسلم سلمت، لا بحر بعد الحب يدرك لجة أمتد في أرجائها لأفيضا، ولو القصائد تمتمت بشواردي لردمتهن قوافيا وعروضا.
أسلم سلمتك دعوة الأم التي تتلو على ثغر الحياة وميضا، أمسيت في الدنيا معافا سالما، أمسيت في الدنيا معافا سالما حتى غدا فجر الصباح مريضا. وتسابق الفيروس يفتك فيكم، وتسابق الفيروس يفتك فيكم، فبلغت للسبع الطباق نهوضا. لا تنثني لا تنثني فيقين دينك عازم، قد داس بالفيروس كل حضيضا. لك من دعاء الصالحين غمامة، لك من دعاء الصالحين غمامة غسلت عن الجسل النبيل رضوضا، وأنامل بسطت أكف دعائها بستان لا تيأس بها مقبوضا. فنظرت نذرا للإله لئن أتى لأبلغنك شعري المعروضا، ولأجعلن قصيدتي مختومة بك بدؤها وبناؤها المفروضا. تم الكلام وأنت أعظم راشد لا يجهل التصريح والتعريض. سلامتكم جميعا. بارك الله فيك أبا الوليد. ضيوفنا الكرام، يتواصل نظم الضاد وترتيبها، ومع شاعر أحتار من أين أبدأ معه، تجمعني به وشائج القربى، فهو أخي الشقيق، وهو ابني الذي ربيته، وهو أبي الذي يسندني الآن. الدكتور عوض بن عبد الله بن غرم آل غرم أستاذ الدراسات الأدبية الأندلسية والمشرف على الإعلام في جامعة الملك خالد، هذا شأنه العملي. أما شأنه الشعوري والعاطفي فهو سحابة مياحة ووردة فواحة وقلب أم نابض وصدر أب حدب ووجه أبيض وجه مثلكم وشرواكم، حبيب إلى الله وإلى الوالدين وإلى الأيتام والمساكين، حبيب إلى القلم والسطر والكتاب واليراع والدواه، حبيب إلى كل خير حتى النسمة يعشقها وتعشقه. خلقه الله بهذه الصفة ثم كتب له أن يعمل في بلاد توافقه، فعمل في إسبانيا وحصل على دراساته شهاداته الدراسية من هناك، ثم جمع الطبع بالطبيعة وأتى إليكم. له أبيات من الشعر وله مشاعر يفوح بها مرجله في صدره. أقول رحبوا معي بالبروفيسور الدكتور عوض بن عبد الله بن غرم، وليتفضل وفقه الله وسدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عوض بن عبد الله، حقيقة ومجازا عوض بن علي بن عبد الله. رجل تصافحه في كل محتفل، لا ينتهي الأمر بالتسليم والقبل، فالعق يمينك إذ صافحته فلقد غمست كفك في نهر من العسل. عم الرضا، عم الرضا الكون حتى كاد يتسع، وكادت الأنجم الزهراء ترتفع، لم يبق في الأرض شيطان لترجمه، فزينت في فضاء الله لا تقع. عم الرضا الكون حتى كاد يتسع،
وكادت الأنجم الغراء ترتفع، لم يبق في الأرض شيطان لترجمه، فزينت في فضاء الله لا تقع. لم يبق قلب نقي بين أضلعه، نقاء روحك إلا جاء يندفع. فيا أبا ماجد لله منزلة وسنة لك في الأمجاد تتبع. فيا أبا ماجد لله منزلة وسنة لك في الأمجاد تتبع. فلو تدفقت الغرين من مطر دخلت أن قلوب الحز تجتمع. فلو تدفقت الغرين من مطر لخلت أن قلوب الحز تجتمع. إن كان حبك في أجسادهم ولعا، فإن عشقك في أرواحنا ورع. إن كان حبك في أجسادهم ولعا، فإن عشقك في أرواحنا ورع. وكلهم لهجت لله ألسنهم، تنبيك عنهم صلاة الفجر والجمع. هم المحبون إن قالوا وإن صمتوا، هم المحبون إن قالوا وإن صمتوا، والمستحبون إن قاموا وإن هجعوا. فإن قربك تقوى يستظل بها إذا تعددت الأهواء والبدع. فأنت كالسيف ذي الحدين ما لمع، إلا تبينت الأشياع والشيع. ما ضاق صدرك يا ابن الصيد عن نفس، إلا لأنك فوق الغيم مرتفع. ما ضاق صدرك يا ابن الصيد عن نفس، إلا لأنك فوق الغيم مرتفع. لئن تجمهر في أبصارنا فرح، فقد تفرق في أسماعنا وجع. لئن تجمهر في أبصارنا فرح، فقد تفرق في أسماعنا وجع. فللمكاره من كفيك مفترق، وللمكارم في عينيك مجتمع. فللمكاره من كفيك مفترق، وللمكارم في عينيك مجتمع. أدري بأنك من قوم إذا خنعت للحادثات الجبال الشم خنعوا. أدري بأنك من قوم إذا خنعت للحادثات الجبال الصم ما خنعوا. أهل المعالي وأهل القدر من قدر، وهم لغير ولاة الأمر ما سمعوا. أهل المعالي وأهل القدر من قدر، وهم لغير ولاة الأمر ما سمعوا. وإنهم ذهب من طيب معدنهم، أصل الأصالة إن جاعوا وإن شبعوا. ما دام في الناس أحناف ورافضة، ففي القصيدة سني ومبتدع. فهاكها حنبليات قد اتسقت معنى ومبنى، عليها الوشي والخلع. إن جاءك اللفظ مرقالا ومتئدا، فدونه من جلال الوصف متسع. هرولت نحوك بالأبيات عن ثقة، ما قادني فيك لا خوف ولا طمع. لكن سجاياك أملتني قوافيها،
دونت همعا ودالت عني اللمع، دونت همعا ودالت عني اللمع. لا قوة إلا بالله، بارك الله فيك وسددك وأعانك، الله يعطيك العافية ويبارك فيك، ويستاهل الشيخ شبيلي ذلك، وتستاهل الأسماع الطيبة هذه، الكلمات الطيبة. شكرا لجميع الشعراء. تكفيكم عادة وإياكم إن شاء الله تختم المجالس بالعطر والطيب والعود وما يفوح به الصدر النظيف وما تفوح به الورود والزهور، وهو العود والمسك الذي ننتظره جميعا. كلمات من الصابر المحتسب الذي إن شاء الله قد أعلى الله مقامه، وأسأله باسمه العظيم أن يكون هذا الرجل يمشي ما عليه خطيئة، أسأله باسمه العظيم أن يطهره من كل ذنب، وأن ينير له كل درب، وأن يصلح له النية والذرية. قبل الشيلات يتحدث إليكم شيخنا وحبيبنا الشيخ شبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الأفاضل، أحمد الله على ما من به، وأشكره على ما قدر، وكل ما يأتي من الله فهو خير. أتحدث بذلك وأنطق وهو في قلبي محل الرضا ومحل الاعتراف، ليس فقط نطقا إنما هي حقيقة، بأني أؤمن وأحس بأن ما أتى من الله هو خير. حتى لو سئلت هل تفضل أن تكون أتتك هذه الجائحة أو لا بعد ما مرت، سأختار بأني راض بما أتى، ومؤمن بأن في ذلك خير لي في الدنيا والآخرة. أحمده وأثني عليه الخير كله، ثم أشكر كل من تعاطف معي، وكل من حفني برعايته. وفي البداية مليكنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين، الذين ما أن وصلهم الخبر حتى أمروا بإخراجي من المستشفى الذي كنت فيه، ووضعي بين الأمراء والوزراء في مستشفى التخصصي وفي برج الملك عبد الله. فأشكر لهم وأدعو لهم، وأتمنى أن يسدد الله خطاهم وأن يحميهم من كل سوء ومكروه. ثم أشكر إخوتي، وفي مقدمتهم معالي الأخ الوالد الشيخ عبد الله بن مجدوع، ومعالي الشيخ مرعي بن مجدوع، والدكتور محمد بن مجدوع، وبقية الأخوة جميعا، وعموم أولادنا الذين تضافروا وحلوا معي طيلة الأيام، وكانت معاناتهم أكبر من معاناتي، حيث أن بعض الأيام التي مرت لم أكن أعيها، ولكنهم هم يعون كل دقيقة وكل ثانية، وكانت نفس المعاناة ربما أشد مما حل بي. وفي مقدمتهم ابني الأكبر الابن ماجد بن شبيلي الأمين في المراسم الملكية، والمهندس عبد الله بن شبيلي ورفيق دربي والسكرتير الخاص والمرافق الخاص الابن خالد بن شبيلي. كما أشكر أبناء عمومتهم، يتقدمهم العقيد سلطان بن عبد الله قائد قوة أمن الطائرات، والدكتور عبد الله بن مرعي، وجميع الأبناء الذين لا أريد أن أطيل عليكم في حصر أسمائهم. ثم أشكركم أنتم
وأثمن لكم تعاطفكم وما بلغني من اتصالاتكم، وأثق بأن دعواتكم إن شاء الله وغيركم من الكثير ممن بلغتني متابعاتهم ومن لم يبلغني، فالضمائر تحدث، وزدتم عنهم أيضا بأتعاب السفر والنزول مع هذه العقاب، ولم تثنيكم عن الوصول وتلبية الدعوة. شكر الله لكم جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يريكم وهم أي سوء ولا مكروه. ولا أريد حقيقة أن أطيل عليكم، وأشكر أيضا الإخوة الشعراء على ما عبروا عنه، وأعجز عن الوفاء بعبارات الشكر والامتنان للجميع. فأعود وأقول وأستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لا أكافئكم إلا بالدعاء والمحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريكم لا سوءا ولا مكروها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك، ولا أعدمنا الله هذا الصوت الذي نحبه ونجله. وستسمعون البحر الذي بنيت عليه، الحقيقة بحر عجيب، يعني بناه بسم الله ما شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. والحقيقة عمله مهندس، وزاده الله أيضا في هندسة الكلام والبلاغة والأدب، شعرا عربيا فصيحا ونظما، المهندس عبد الله بن شبيلي. يعني استمعوا لهذه الكلمات، وأرجو أنه يصور، تصور له تحية تصل إلى هناك، ما عنده أغلى من أبوه، يستاهل التحية المهندس عبد الله بن شبيلي. وكلماته الحقيقة أنا مسؤول عن كل كلمة أقولها، هي من النوادر، والله إن هذه الأبيات من النوادر. ويزكي كلامي الأستاذ سعيد بن ذياب الشاعر، سيسمع الكلمات وتسمعونها. أي على رأسي، على رأسي، بارك الله فيك. بن عبد الله بن مجدوع له ايضا شيله في ابيه الثاني الشيخ شبيلي، وحيوه من هذا المكان ليرى التحيه.
واتصل إليه واستمعوا إلى الشيلة، وأسأل الله يوفقه ويسدده. كذلك كلماتها جميلة ولحنها جميل.